نتواصل من جديد بحضراتكم اذا مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات المميزه الاصيله الى مسار هذا الشوط والى ما يدور من تحدي وتنافس اصيل على ارضيه الميدان. ياتي بدايه الانطلاق في هذه اللحظات مشرف على مقدمات الشوط للقعقاع بن حمد مضبيب الشامسي، ياتي مسيطرا على ناموس المقدمه بينما المركز الثاني هذا هو مزراق يحتل المركز الثاني، سلطان بن احمد بن محمد بن غدير المزروعي، المركز الثالث شاهين محمود بن حبيب الرضا محتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع هناك بارود معيوف بن سلطان بن يابر المطيوعي يحتل المركز الرابع. هذه النتيجه لمراكزنا المتقدمه مشاهدينا الاعزاء، لكن عوده الى مقدمه الشوط والى مشرف لا زال ياتي على مقدمه الشوط للقعقاع بن حمد بن ضبيب الشامسي مسيطر كل السيطرة على ناموس الشوط، بينما هنا ياتي شاهين على المركز الثاني، محمود بن حبيب بن محمد الرضا يحتل المركز الثاني، المركز الثالث هناك بدأ الآن التدخل الجميل والسريع من حامل رقم 9 هذا الشبابي محمد بن عتيج بن عبد الله العميمي محتل المركز الثالث، المركز الثاني الآن بينما بن غدير على المركز الرابع ومشرف ومسيطر كل السيطرة على ناموس هذا الشوط مع من القعقاع بن حمد وضبيب الشامسي السيطرة، ولكن الشبابي قادم ومشرف ومسيطر اللحظات الأخيرة سلام عيناوي سلام مع القعقاع بن حمد وضبيب الشامسي محتل المركز الأول قاد الشوط راس وانهى الشوط لصالحه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، سلالة تدهم العاصفة منتزعا الناموس والانتصار منذ البداية حتى النهاية، سلام لهالي نعم السلام. المركز الثاني الشبابي محمد بن عتيج بن عبد الله العميمي، والمركز الثالث ياتي مزراق سلطان بن احمد بن غدير المزروعي. تهانينا والناموس، توقيت الزمني 2:09.